كتير مننا بيحاول ان هو يكون ليه مشروعه الخاص، خاص ان هو مثلا هيعمل مشروع يبدا بيه حياته، او مشروع جنب شغله الاساسي يزود بيه دخله، او ان هو بيخطط ليه مثلا من وهو صغير لسه متخرج وعاوز يبدا بيه. بس بيكون ليه سؤال دايما، ايه المشروع المناسب ليا، مناسب لقدراتي، اقدر ابدا بيه، ويا ترى ده هيكلفني قد ايه، وهل محتاج كام واحد مثلا يشتغلوا معايا، ابدا بيه بحجم قد ايه، الميزانيه اللي ابدا بيها هل اغامر وابدا بميزانيه كبيره، ولا ابدا حاجه اتدرج بعد كده، وغيره من الخطوات الاساسيه اللي ممكن ان انا ابدا افكر فيها عشان في النهايه اصل لمشروع ناجح وموفق. طبعا فكره ان حد ممكن يبدا من الصفر هي فكره مش سهله زي ما بنقول، ولكن مشروع في مجال جديد بالتأكيد هيكون صعب، لازم يكون شيء أنا متخصص فيه أو معايا مجموعة متخصصة في الموضوع ده، هنتكلم عنه النهاردة، ونتكلم عن المشروعات وإزاي أن أنا أبدأ مشروع، سواء هيكون فيه تطوير لمشروعي أو أبدأ المشروع من الصفر، إيه المطلوب في كل حالة من الاثنين، ده اللي هنتكلم عنه مع الدكتور جلال حسين، استشاري التسويق والمشروعات الناشئة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يومك سعيد. الله يخليك. أهلا بك، منورنا. خليني أسأل حضرتك في البداية كده سؤال، هو إيه الفرق بين رائد الأعمال وبين الشخص اللي بيعمل مشروع صغير أو متناهي الصغر، وهل في مشاريع نقول عليها مشاريع آمنة وفي مشاريع لا ده المشروع ده مخاطرة؟ مخاطرة عالية. طيب أول حاجة، إيه الفرق بين ريادة الأعمال أو رائد الأعمال والمشاريع أو حد هيعمل مشروع ناشئ؟ هي الفرق في الكلمة أو في المعنى بتاع الإكسبريشن نفسه. ريادة الأعمال أو رائد الأعمال ده لازم ريادة، يعني هو بيفتح مجال جديد أو بيطلع فكرة جديدة، ده بنشوفه على فكرة كتير، ومش بيحتاج إن هو مش لازم، في ناس بتبقى فاكرة إن رائد الأعمال ده لازم يبقى بيبدأ ببادجت كبيرة، لا هو بيبدأ بفكرة مختلفة. تمام. المشاريع الصغيرة أو المشاريع التقليدية اللي هو المشاريع الموجودة already وإحنا بنكررها، بنعمل نماذج منها مختلفة في أماكن مختلفة بسكيلز مختلفة and so on. فالفكرة بس، فأنا بعمل فكرة جديدة ولا بكرر نموذج already موجود معنا قبل كده؟ طيب الآمن والمخاطر، هل إن أنا أبدأ بمشروع موجود قبل كده بس أنا بكرره؟ طيب. فيبقى ده مشروع آمن ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها مشروع آمن، الكلمتين ما يجوش مع بعض. تمام. مشروع وآمن ما يجوش مع بعض، ودي كانت بتبقى المشكلة. يعني مثلا بيجي لنا أسئلة كتير دايما، دكتور قول لنا مشروع يكون مضمون، اصل احنا هنحط فيه لحيلتنا. هي بالظبط كده، هيقول لك متجرب. طيب خلينا نتفق ان حتى لو بنتكلم على مشاريع متجربه قبل كده او احنا بنكرر نموذج، فلازم برضو بيبقى فيه بعض الحاجات المختلفه، المكان نفسه مختلف، المدير نفسه مختلف، الموظفين اللي هيكونوا عند حضرتك مختلفين، وبالتالي مفيش حاجه اسمها ان هو امن 100%. بس في حاجه اسمها ان بنحاول نقلل نسبه المخاطره. ازاي بنحاول نقلل نسبه المخاطره؟ يعني لو حضرتك زي ما بتقولي كده ان انا فكره جديده، تمام، وانا ما عنديش خبره خالص، ممكن في ناس كتير بيجي لها افكار بتكون مختلفه بس هو ده اول مشروع ليه، بتبقى مشكله ان هو المخاطره بتاعته عاليه، مفيش نموذج هو بيمشي عليه، مفيش حد هيقدر يوجهه، لان انت اصلا داخل في موضوع في منطقة جديدة. خبرتك قليله، راس مالك قليل، اللي غالبا هيحصل ان هيجي لك يعني بزنس مان كبير يسرق منك فكرتك ويسيبك قاعد، لان انت الميزه النسبيه اللي عندك هنا هي الفكره، الفكره نفسها، وغالبا مش هقدر اطبقها صح 100% من البدايه، فغالبا هيجي حد اتقل مني وياخد الفكره. طيب هو الشخص اللي عايز يعمل مشروع سواء بقى عنده فكره او معاه راس مال، يبدا منين؟ هل يعني احيانا رواد الاعمال بيتصوروا ان التحدي الاكبر ليهم هو راس المال، وده غير دقيق بكلام الاستشاريين زي حضرتك. ده حقيقي. ايه الخطوط العريضه او ايه الطرق المثلى يعني اللي يمشي عليها الشخص اللي عايز يعمل مشروع وينجح مبدئيا؟ يعني النجاح ما بيكونش طبعا بطفره كبيره، لكن بدرجات، ويقدر يوصل للمستوى اللي يكمل فيه، ما يبقاش التحدي بقى لا ان انا هرجع مش هكمل. طيب لو هنتكلم على اول حاجه المفروض ان اي حد داخل على مشروع جديد يعملها، هو تفكيره، لازم يغير تفكيره. احنا بيبقى عندنا مشكله ان احنا بنتخرج من دراسه مثلا، احنا اتخرجنا من الدراسة، احنا بيبقى كل اللي في مخنا ايه، او كل اللي بيأهلونا ليه ايه، ان انت ذاكر المنهج ده، حل الامتحانات النموذجية، هتعرف تحل في الامتحان. ده اللي احنا متعودين عليه، بنخرج من المدرسة والجامعة كده. بعد كده اول حاجة بنخبط فيها بعد الجامعة ان احنا بنخش على وظيفة،
الوظيفه برضو انت بيقول لك الجوب ديسكريبشن بتاع حضرتك ايه، اعمل كذا اعمل كذا مش هتتجازى، تمام اعمل كذا هتاخد مرتبك اخر الشهر. التفكير اللي احنا دايما بنطلع عليه، ودي الصدمه اللي بتقابلنا اول ما نفكر ان احنا نعمل مشروع. بتلاقي في ناس بتيجي تقول ايه، تقول لك قول لي ايه الخطوات اللي انا اعملها. مفيش حاجه اسمها ايه الخطوات اللي انا اعملها، ما دي بقى التغيير، ده التغيير اللي انا لازم اعمله في تفكيري. لازم اعرف ان انا ما عنديش تاسكس معينه لازم اعملها عشان المشروع بتاعي ينجح. امال ايه اهم تاسك؟ ازاي انظمها بقى؟ ازاي انظمها؟ انظمها بان انا اعرف ازاي اعلم نفسي. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اول ما بدات خالص زمان كان مشكلتي ان انا كنت بدور على، يعني بروح لناس واعرض عليهم ان انا اديهم فلوس ويقولوا لي معلومات، انا عايز اعرف معلومات، او يقولوا لي سكه ايه، او ازاي المشروع ده بيتعمل كرياتيف يعني بتتعمل مثلا. فكنت فاكر ان هم مش عايزين يفيدوني، او الناس مش عايزه تقول لي الطريق. بس هي مش الفكره في كده، هي الفكره ان مفيش حد ينفع يديك بالمعلقه المشروع، لان زي ما قلنا من شويه هو كل مشروع بيبقى ليه صفات مختلفه. حتى لو نموذج اتعمل قبل كده، المكان مختلف، الاداره مختلفه، فانت محتاج ان انت تعرف ازاي تعلم نفسك، او تعرف ازاي ان انت. طيب يمكن المثال اللي حضرتك ذكرته دلوقتي انك كنت بتروح لاشخاص تطلب منهم المشوره او النصيحه، وهم ممكن ما عندهمش اصلا المعلومه اللي انت بتسال فيها تحديدا، كنت بدفع فلوس وبعدين اكتشف ان مفيش معلومه. تمام. دلوقتي وسائل اليوتيوب والناس الستارت اب الموجودين بيعملوا صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، يحطوا فيديوز ويقولوا خلاصه تجربتهم، واحيانا بيكون عندهم علم حقيقي يقدروا يضيفوا بيه معلومة للشخص اللي حابب يبدأ. هنا المعلومات بقت متوفرة، لكن بيظل هناك تحديات لرائد الأعمال أو الشخص اللي عايز يعمل مشروع ناشئ علشان يتخطى هذه التحديات، لأن زي ما برضو حضرتك اتكلمت دلوقتي أن لكل واحد تحدياته الخاصة، حتى لو العلم بيقول نقاط محددة لكن في تحديات خاصة هتواجهك. إزاي يقدر يمانج ده أو يسيطر على ده أو يحرك الأمور لصالحه ولصالح مشروعه؟ طيب هو دايما بيكون الريسك العالي بيكون في أول كام سنة من المشروع، تمام، اللي هو من أول سنة لحد إحنا بنقول كمان لحد 5 سنين. طيب أول سنة وأول سنتين كمان بيقابلنا أعلى مشاكل بتقابلنا، هي بتكون مشاكل مادية. سواء وأنا ببدأ إن أنا مش لاقي، مش معايا رأس المال الكافي إن أنا أبدأ بيه، أو سواء بعد ما بدأت وده بتبقى المشكلة الأكبر، إن أنا بدأت بس المشروع بيخسر، أو المشروع مش جايب همه، أو أنا مش قادر أصرف على المشروع. اهم حاجه في الموضوع ده ان انا اقلل المشاكل اللي بتقابلني دي، ان انا ما ينفعش اللي حضرتك قلت عليه في الاول، هو انا هحط كل تحويشه عمري، تمام، دي اكبر غلطه احنا ممكن نعملها. احنا لازم نقدر الاول، او يعني لازم نمسك الاول الفلوس اللي معانا دي ونبدا ان احنا نقسمها. يعني ايه نقسمها؟ يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا افتح مشروع احط فيه كل الفلوس اللي معايا. معنى ان انا حطيت كل الفلوس اللي معايا لحد اخر مليم، ده معناه ان انا متوقع ان من اول شهر انا هكسب، وده مش منطقي. وده مش منطقي. طب ايه اللي بيحصل؟ باجي اخر الشهر انا مصفي خساره، مش عارف ادفع موظفين، مش عارف ادفع ايجار، ابدا ان انا اتداين، بدات بقى دخلت في دوامه ان انا خلاص انا حاسس ان مشروعي فاشل. بس ده المشروع الناشئ، لكن هو مش فاشل، صح؟ هو ده الطبيعي ان هو ما ينجحش من اول شهر او ما يكسبش من اول شهر. بس ده للمشروع الناشئ، لكن لرائد الاعمال احيانا بيبدا لوحده، يعني بيكون هو كل الناس، حتى الاوفيس بوي في الموضوع. وحتى المشاريع الناشئه، يعني حتى المشاريع الناشئه يعني عادي كلنا بدانا كده. يعني لما بدات انا فاكر لغايه النهارده كنت بنزل، وده دايما بقول ودي حاجه افتخر بيها، كنت بنزل اشتري بضاعه بنفسي وبعدين اقف ابيعها وبعدين انظف المحل قبل ما امشي، ده مشروع ناشئ. طيب يا فندم، امتى اقول بان المشروع ده لسه محتاج، حضرتك احنا قلنا مش من اول شهر هيحصل طفره طبعا، طب امتى اقول والله ان المشروع ده لسه انا لازم استنى عليه لانه هو محتاج تقويم تجويد بالنسبه لي، وامتى احكم واقول لا انا فشلت مش ده مجالي واروح لمشروع تاني؟ تمام. طيب ما فيش عدد شهور معين او عدد سنين معينه. يعني من الغلطات اللي بسمعها دايما على السوشيال ميديا، في ناس تطلع تقول لحضرتك ايه، تقول لك لا والله بص، لو انت فوتت 6 شهور والمشروع ما وصلش لنقطه التعادل ان هو ولا بيكسب ولا بيخسر، اقفله، تمام، انت كده مش هتكسب. مفيش حاجه اسمها كده. يعني احنا بنتفرج على رجال اعمال كبيره بتعمل مشاريع بيقول لك ان هو في الخطه بتاعته اصلا ان هو اول سنتين هيفضل يخسر. يعني ايه يخسر؟ يعني مصاريفه اكتر من الدخل، الربح بتاعه، تمام. طيب فانا اعرف ازاي او اوصل للنتيجه دي ازاي؟ طيب احنا دايما بنقول ان احنا هنعرف احنا هنكمل ولا مش هنكمل بناء على هل حضرتك خلصت كل التجارب وكل المحاولات اللي ممكن تعملها عشان تعدل من نتيجة مشروعك وبدأت تكرر نفسك، ولا لسه عندك محاولات جديدة ممكن تعملها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي في الشهر السادس، تمام، بس انا طول الشهور 6 اللي فاتت كنت بتبع طريقة تسويق او طريقة دعاية معينة.
هل أنا خلصت كل طرق الدعاية وبدأت أكرر نفسي تاني؟ لو بكرر نفسي تاني يبقى خلاص، يبقى مفيش أمل، يبقى ابتدي إن أنا هقفل. لكن لو أنا لسه عندي فكرة ما جربتهاش يبقى لازم أجربها الأول، يبقى لسه المدة متاحة. بالظبط كده. فهي مفيش فترة معينة، هي الفكرة هل أنا لسه قدامي أفكار مختلفة ولا بكرر نفسي؟ بكرر نفسي خلاص أنا كده كده عمال أخسر ومفيش عندي جديد أقدمه. طيب حضرتك بتنصح أي حد عايز يبدأ مشروع، سواء رائد أعمال لديه فكرة ريادية أو حد هيعمل مشروع ناشئ مكرر قبل كده، بس طبعا زي ما اتكلمنا من شوية، هل إن هو يبدأ بالمشروع مباشرة ولا يدرس ويقرا ويشوف يعني ايه بزنس بلان ويتعلمها، يعني ايه ماركتنج وتسويق ويتعلمه، يعرف عن كل حاجه معلومه ويقدر ازاي يوظف هذه المعلومات لصالح مشروعه، ولا يتكل على الله ويبدا وده هيجي له بعد كده؟ ونرمي حمولنا على ربنا. طيب احنا عموما في اي حد هيبدا مشروع بيحتاج مهارتين، مهارات فنيه اللي هو المشروع نفسه، يعني انا مثلا هعمل مطعم فلازم يبقى عندي مهارات فنية اللي هو الطبخ، ومش لازم ان انا ده معناه ان انا هقف اطبخ بنفسي، حتى لو هجيب شيف لازم اكون عندي فكرة على الموضوع، فاهم الطبخ ده بيتم ازاي، اللي اخد بالي منه، الشيف ده شغال كويس ولا مش شغال كويس، and so on. ومهارات ادارية اللي حضرتك بتقولي عليها بقى، ان انا ازاي هعمل دراسة جدوى، ازاي هدير الموظفين، ازاي هحسب الحسابات بتاعتي والحاجات دي كلها. طيب ايه احسن حاجة تجمع لي بين الاثنين دول؟ ان انا ابدا ان انا اشتغل في المشروع ده كموظف، اكتسب يعني اكتسب المهارات عشان ابقى ادرى بالشغل اللي انا فيه، هكتسب المهارة الفنية تمام، وفي نفس الوقت هتفرج على المديرين بيديروا ازاي، ودي مهمة جدا. يعني دي من الحاجات اللي انا افتقدها في الاول خالص، لان انا ما كنتش عارف، يعني ابسط حاجة مش عارف هم ازاي بيجيبوا موظفين، انا دلوقتي عايز موظفين هجيب ازاي، يعني هعمل ايه، هعمل اعلان ولا يعني هنزل ألزق ورق في الشارع اقول انا محتاج موظفين؟ فابسط الحاجات الادارية ما بتبقاش عندنا. اللي اكتر من كده كمان، وده مهم قوي عندنا عموما في السوق بتاعنا، اللي هو ازاي تدير الازمات. عمرك ما هتعرف ده، ودي من اهم الحاجات في المشاريع اللي بتوقع معظم المشاريع، ان يجي مع اول ازمه يقول لك اصل انا وقعت في مشكله، وقعت في مشكله ماديه، وقعت في مشكله قانونيه. لازم يحصل ازمه عشان يعرف ازاي يتعلم. طبيعي. ده في حاجه كده بنقولها دايما، لو حضرتك تتفرج على المشاريع الناجحه والمنوره لازم هتدور دايما هتلاقي ان صاحبها وقع في مشكله وصمم ان هو يحلها، مش هتلاقي مشروع سالك كده ونجح ونور من غير مشكلة كبيرة قابلته.